اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه بلقيس لحلقه جديده من برنامج المنصه. وفقا لتقرير منظمه الطفوله اليونيسف فان اليمن تعد واحده من اسوا الاماكن في العالم بالنسبه لاي طفل، حيث يشير التقرير ذاته الى حاجه ما يزيد عن 11 مليون طفل الى مساعدات انسانيه للبقاء على قيد الحياه. بحسب تقارير للأمم المتحدة فإن ما يقارب 1,800,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. مديرية المسيمير في لحج أحدى أكثر المناطق اليمنية تعرض لهذه الحالات بعد مديرية الأزارق في محافظة الضالع ومديرية أسلم في حجة، حيث يعيش 90% من سكان هذه المديرية تحت خط الفقر والذي يبلغ عددهم قرابة 40,000 نسمة. عن كارثة المجاعة وسوء التغذية في مديرية المسيمير ودور الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الدولية تجاه هذه الحالات سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. في المحور الثاني سنناقش فيه أبرز أسباب تسرب الكثير من الشباب إلى المعارك على الحدود وكيف يتم استقطابهم ومن يقف وراء المتاجرة بأرواحهم مستغلين حاجتهم المادية بسبب الحرب القائمة. لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع التقرير. تستمر المجاعة في نحت هذه الأجساد الصغيرة يوما بعد آخر فيما يقف العالم متفرجا لهذا المشهد دون حراك. هنا في مديرية المسيمير أحد مديريات محافظة لحج يعاني السكان من المجاعة وسوء التغذية الحاد بشكل كبير. فبحسب مدير مكتب الصحة في المديرية فإن حالات سوء التغذية انتشرت في جميع مناطقها، حيث تم تسجيل أكثر من 3,700 حالة مصابة لما دون سن الخامسة للفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري. وسجل متوسط الإصابة الشهرية للأطفال لما دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد قرابة 85 طفلاً، أي ما يعادل 3 حالات في اليوم الواحد، بينما تم تسجيل 225 حالة إصابة بسوء تغذية من الدرجة الثانية متوسط. أكثر من 90% من سكان المديرية الذي يبلغ عددهم قرابة 40,000 يعيشون تحت خط الفقر، وحالهم لا يقل عن حال سكان مديرية الأزارق، ويحتاجون بحسب المنظمات التي زارت منطقتهم إلى دعم مستدام ومشاريع استراتيجية تشمل الأمن الغذائي والصحة والمياه والإصحاح البيئي. بالنسبة للدور الحكومي والسلطات المحلية هنا فقد انحصر في تسهيل مهام عمل المنظمات الدولية وتدخلها للعمل في المديرية فقط، فيما ظلت أبرز الاحتياجات منعدمة خصوصا في الجانب الصحي، وتتمثل هذه الاحتياجات في توفير أطباء عموم وأطفال وتوفير الأدوية بشكل كاف ومستمر. اجتياح المجاعة وسوء التغذية لهذه المديرية يعود لأسباب أبرزها سياسية متعلقة بالحرب وما نتج عنها من فقدان أغلب الأسر مصادر عيشها، بالإضافة إلى أسباب اقتصادية وبيئية ومناخية، حيث تسبب الجفاف بإتلاف المزارع وموت المواشي والنحل التي تعد مصدر دخل لكثير من الأسر في الأرياف، إلى جانب انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وبينما تعمل الحرب على توسيع دائرة المجاعة وسوء التغذية في الخارطة اليمنية ومناطقها، يغض العالم طرفه عن هذه المشاهد مكتفيا بالتصريحات عن سوء الوضع وخطورته. إذا تابعنا التقرير عن المحور الأول في هذه الحلقة. لدينا اتصال أخ إسماعيل ناشط اجتماعي ومهتم. أهلا بك إسماعيل. أهلا حياك أخوي. في يعني لو نبدا في موضوع ما يحدث في مديريه المسيمير، هناك حديث عن سوء تغذيه حاد منتشر بين الاطفال، انت كناشط اجتماعي مهتم وقمت بزياره في المديريه، لو تصف لنا الوضع. الو تسمعني؟ انت بتسال سؤال؟ سؤالي عن الوضع في مديريه المسيمير بما انك ناشط ومهتم في الوضع الإنساني في المديرية، هناك حديث عن انتشار لسوء التغذية بين المواطنين. نعم موجود انتشار لسوء التغذية تطلع على نفس الوضع الإنساني في المسلمين أمام معاناة سكان، حيث تعيش أغلب الأسر تحت خط الفقر حسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمة الدولية ما قبل حرب 2015. ما بالك بعد الحرب. طيب ما هي الإحصائيات المتوفرة لديك؟ الإحصائيات المتوفرة
الإحصائيات المتوفرة يا أخي معنا حوالي 100 حالة، معنا حوالي 3000 على أطفال مصابون بسوء التغذية، 3700 منهم 2700 متوسط و1000 حالة حاد سوء التغذية حاد. طيب ألو أسمعك. طيب ماذا عن دور السلطات المحلية والمنظمات المهتمة بالشأن الإنساني في المنطقة؟ السلطات المحلية دورها يفتقر على التنسيق مع المنظمات والتسهيل لها فقط لا غير، أما المشاريع متوقفة تماما أخي. مديرية المستعمر تفتقر إلى أبسط المشاريع مثل الكهرباء، المياه والاتصالات. حتى المستشفيات لا يوجد فيها كادر طبي. والمنظمات التي تعمل في المسامير هي محدودة جدا، الغذاء العالمي وعرض مؤسسة الطبية الميدانية وأوكسفام والهيئة الطبية الدولية، ولكن عددها لا يفيد بالغرض. طيب الوضع السيء الذي وصلت إليه المنطقة كما تقول أنت يعني وفق تصريحاتك، هل استدعى ذلك تدخل واهتمام بالوضع هناك ومساعدة الناس؟ نعم نعم بكل تأكيد. ندعو المنظمات الدولية إلى النزول إلى مديرية المسامير وإلى إيجاد حلول لهذه المجاعة. شكرا لك إسماعيل. اتصال آخر، الأخ حاميم الحوشبي مدير مديرية المسامير، أهلا بك أستاذ حاميم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهلا وسهلا بكم في قناة بلقيس الفضائية، وأشكركم على استضافتي على قناتكم الرائدة. شكرا لك. بالنسبة أستاذي العزيز، نحب نوضح لكم ولكل المستمعين والمتابعين لهذه القناة حول ما يكتب وينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مثل ما كتبوا أن المجاعة تجتاح مدينة المسلمين وإلى آخر. نحب نوضح للناس أنه صح هل يوجد هناك سوء تغذية وليس مجاعة زي ما يزعم البعض. هناك يوجد سوء تغذية ولكن لدينا منظومة متكاملة تعمل وفق أسس ومعايير قانونية ومحددة وتنسيق تام. يوجد لدينا تنسيق تام وشامل لدينا السلطة المحلية والصحة العامة بالمحافظة والمنظمات والهيئات الدولية الدائمة لنا وفرقها الطبية العاملة منذ سنوات كثيرة بمتابعة الحالات ومعالجة الحالات المصابة بسوء التغذية والتي حققت أكثر الكثير من النجاحات وساهمت في تقليل من نسبة انتشار هذا المرض. طيب أستاذ حامد، لو تصف لنا أنت الوضع في المديرية وإلى أي درجة خطورة وصل إليه الوضع؟ بالنسبة للوضع الخطورة، الأوضاع زي ما الكل يعرفها أن أوضاع حرب نحن نعيشها في اليمن كله وليس في المسلمين فقط، ولكن عندنا بالنسبة للأوضاع أوضاع الناس صحيح صعبة في كل الأماكن، ولكن نحن نقول موجودة عندنا في المسلمين سوء التغذية صحيح موجودة وعندنا أرقام محددة. يعني عندنا طيب لو تطلعنا على الأرقام أستاذ حامين. سوء التغذية اللي موجودة عندنا سوء تغذية حاد 1600 حالة، 1600 حالة سوء تغذية حسب ما هي مقيدة بالمستشفى العام المتنير وبعض الوحدات الصحية على مستوى المديرية. تعالجت منها 1290 حالة، نسبة الشفاء 77%، وحالات سوء التغذية متوسط 4270، تعالجت منها 3368، نسبة الشفاء 80%، بقية الحالات لا زالت تحت العلاج. هذا الموجود عندنا الأرقام الذي موجودة في مكتب الصحة والذي يفرض عليها مدير الصحة شخصيا والفرق العاملة في الميدان. طيب أستاذ حميم، 1290 حالة تمثلت للشفاء، حتى نضمن أن لا تعود إلى سوء التغذية الحاد، هل هناك مساعدات تقدم لهم؟ في مساعدات موجودة، يعني نحن بالنسبة للمنظمات الداعمة نحن تقدم الدعم ونشكر كل المنظمات الداعمة ونطالب يعني المنظمات الداعمة السابقة ونطالب بدعم آخر حتى لا تعود الحالات إلى وضعها السابق. طيب 310 حالة باقية من 1600، كيف هو وضع هذه الحالات؟ هل
في مرحلة خطورة؟ أنت حدثت عن 1600 حالة، قلت 1290 حالة تماثلت للشفاء، يعني متبقي تقريبا 300 حالة تخضع للعلاج. كيف يمكن وصف وضع هذه الحالات؟ الوضع في برنامج، وزي ما نقول برنامج معين لهم للعلاج، والاخ مدير مركز الصحه بيوضح لكم اكثر عن هذا الجانب لانه المشرف الخاص. اما بالنسبه للسلطه المحليه، نحن نقدم اكثر جهود لاستقبال المنظمات وتسهيل لها كل الصعوبات، والمنظمات اللي استقبل. طيب شكرا جزيلا لك استاذ حميم. اتصال اخر، بسام القاضي ايضا هو ناشط مهتم في الموضوع، وايضا سنحاول ان يكون لنا تواصل ايضا مع مدير مكتب الصحه في المديريه. اهلا بك اخ بسام. بسام تسمعني؟ طيب نذهب إلى حين نحاول التواصل مع بسام ومدير مكتب الصحة أيضا في مديرية المسيمير. نتابع مادة أيضا وصلتنا من خلال واتساب، تصريحات من داخل مديرية المسيمير. بالنسبة لما تناقلته بعض الوسائل الإعلام حول مجاعة في المسيمير، فإني أقول ومن هنا من العاصمة المسيمير أنه بالنسبة للمجاعة لا توجد مجاعة مثل ما يهولوها الآخرين وبعض وسائل الإعلام. نعم في وجود نقص تغذية في بعض المناطق، ولكن تعالج في بعض في العاصمة، في مركز المستشفى في العاصمة، في بعض وحدات الصحية وفي المديرية، وتم شفاء أكثر من 70% من هذه الحالات. أوضاع الناس صعبة وفقر، ولكن مش بالموضوع اللي يهول له الإعلام في جانب القنوات والإعلام والتواصل الاجتماعي. بالنسبة لحالات سوء التغذية الموجودة في مديرية المسيمير، أولا أحب أن أطلعكم بأن المسيمير يتكون من 13 موقع صحي ومستشفى مديرية، كلهم يقدموا خدمات علاجية ووقائية بما فيها حالات سوء التغذية، الحالات الحادة والمتوسطة والطبيعية. فهناك صدفة تم التواصل معنا من قبل المراسلين وبعض الصحفيين عندما شافوا حالة حادة وخيمة كانت في التلفزيون، تمام. الحالة هذه كانت مرقلة في مستشفى بن خلدون، بحسب علمي بأن كانت الحالة عندها عيب خلقي في اللسان، وحصل عندها سوء تغذية، وتم إسعافهم بواسطة سيارة إسعاف المستشفى إلى مستشفى المسيمير، ومن ثم إلى مستشفى الصداقة، وهي لا زالت تحت العلاج. نعم هناك حالات سوء تغذية في المديرية وفي كل عموم الجنوب بشكل عام، تمام، ولكن بنفس التهويل اللي هو بان هناك مجاعه في مديريه المسيمير. بعد نشكركم على النزول الى مديريه المسيمير، وهذه المديريه التي تستحق الاهتمام صراحه منذ فتره، ونحن نشكو في مديريه المسيمير، ونضع امام كل الجهات ان مديريه المسيمير هي اكثر مديريه على مستوى الجنوب، اكثر مديريه تعاني الفقر وتعاني انتشار الكثير من الأمراض وكثير من الأوبئة، وبالذات الملاريا وبالذات حمى الضنك وبالذات الأمراض المعوية وبالذات سوء التغذية بالنسبة للأطفال، لأن المسيمير ما معانا نحن مغتربين، ولا معانا ناس في القيادات، ولا معانا ناس عندهم يملكوا الأموال، كلنا معتمدين على وادي تبن ومعتمدين على الأراضي. والآن في هذه العشر سنين الأخير مع جفة المياه وقلة الأمطار كانت تقول أن حتى الزراعة ضعفت، فلهذا شبابنا كلهم في القوات المسلحة، شبابنا كلهم في الجبهات، وقدمنا من التضحيات، غالبيتهم ذهبوا شهداء. نحن كل يوم نحن نقبر في مختلف الجبهات، نقبر الكباب، فلهذا شيء طيب أنكم تتعرفوا على الواقع، تتعرفوا على الواقع الذي نعيش في مدينة المسيمير، وعبركم ومن خلال ما ستقوموا به من نشر هذا عن هذا الواقع إن شاء الله تتجاوب الجهات المعنية
سواء عبر منظمات المتحدة أو عبر أجهزة الدولة أو عبر أي منظمات وجمعيات لتعرف الواقع عن كثب في مدينة سمير. بالنسبة للحالات عندنا حالات نستقبل سام ومام. بالنسبة للحالات السام الآن كان أول تحضر عندنا كثير حالات، الآن بدأ يخف بسبب النشاط اللي يخرج خارج الجدران، يعني القرى نغطي. سبب الحالات اللي تدخل عندنا يعني سبب التغذية، سبب أول الفقر، ثانيا السبب الثاني هو المرض، السبب الثالث هو أحيانا ترجع على وعي الأسرة بسبب إنه ما فيش تثقيف. الآن عملنا تثقيف في نزول بالمديرية بالقرى عشان التثقيف، الآن حل مع يعني قل معنا الآن حالات السام يعني بشكل تمام، يعني عكس ما كان أول حالة كثيرة تيجي عندنا. كثر هو بسبب النازحين، لما يقعد عندنا بعض نازحين تحصل حالات سوء تغذية، يعني زي ما قلت لك بعض أحيانا. إذن كانت هذه التصريحات لبعض المواطنين والمسؤولين من داخل مديرية المسيمير. الآن اتصال، لدينا اتصال الأخ محمد السيد مدير مكتب الصحة في المسيمير. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لو تصف لنا الوضع، يعني بالتأكيد لديك أرقام وإحصائيات، مدى خطورة الوضع وما الذي قدم أيضا كمساعدة للناس في المنطقة؟ شكرا. أول شيء نعمل الاستضافة لتلمي سمو المديرية. العفو. وفي البداية أحب أن أطلعكم بأن مديرية المسيمير هي من أشد المديريات فقرا، والحالة الاقتصادية مدنية جدا للأسف. أيضا مديرية المسيمير هي من المديريات المنتشر فيها الأمراض الوبائية وأمراض السرطانات والفشل الكلوي، أيضا وجود حالات سوء تغذية منتشرة، وهذا لا ينكر على الإطلاق منتشرة في زي بقية مديريات الجمهورية. الحالة اللي تم معانيها الآن بالمسيبير هي حالات سوء تغذية بشتى أنواعها، السام والمام والوخيم، وتم معالجتها في المديرية من قبل المواقع الصحية والمستشفى، وهناك تقارير وسجلات تثبت ذلك. لدينا حالات تم استقبالها من شهر يناير إلى شهر نوفمبر، يعني أرقام تراكمية، يعني شهر بعد شهر بعد شهر، ويطلع الإجمالي بعدين في الأخير كذا، هي أرقام تراكمية. معنا 1300 حالة حاد تعالجت منها بنسبة شفاء 77%، متبقي معنا 300 حالة هي تحت السيطرة وتحت العلاج. أنا سأسألك سؤال سأسألك سؤال وأتمنى أن لا تكون هناك أرقام في هذا السؤال، يعني لا توجد حالة وفاة؟ طبعا لا توجد حالة وفاة نتيجة سوء التغذية في المنطقة. بصراحة لحد الآن طيب الحمد لله ما دام الوضع تحت السيطرة. طيب الآن حالات تتماثل للشفاء، ما الذي يضمن عدم عودة هذه الحالات يعني سوء التغذية لديها؟ هل هناك اهتمام ومراعاة لوضع المنطقة؟ تتحدث وتحدث المواطنين في المادة التي عرضناها قبل اتصالك عن أنها ربما من أكثر المناطق فقرا وأشد حاجة يعني للمساعدة، هل هناك اهتمام ودعم لهذه المنطقة؟ المنطقة أيضا لا تشهد حروب حتى تتعذر المنظمات الدولية أنها لا تستطيع تقديم مساعدة لمواطني هذه المنطقة. طيب أنا بحب أوضح لك أن في الجانب الصحي هنا 5 منظمات تشتغل في مجال الصحي في مجال سوء التغذية. منظمة معنا منظمة الهيئة الطبية الدولية، والمؤسسة الميدانية الطبية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الغذاء العالمي، ومنظمة الأوتشا التي استمرت معنا إلى شهر 8، وأطالب بإعادتها لاستكمال ما بدأت به حتى نضمن الاستمرارية. وأيضا نطالب المنظمات باستمرار العمل في المديرية حتى لا تكون هناك انتكاسة لهذه الحالات. طيب هذا المطلوب، ما الذي يمنع عدم استمرارية هذه المنظمة في العمل مع أن المنطقة تقريبا مستقرة لا تشهد لا اشتباكات ولا حرب؟ والآن في تحسن. نطالب المنظمات الدولية بصرف السلات الغذائية للمواطنين حتى هناك لا تكون هناك تهول المجاعة والمجاعة. استمرار السلات الغذائية وصرفها للمواطنين هي بتنقص وبتخفف من مصابة الإصابة بسوء التغذية. طيب الحالة المتبقية الخاضعة للعلاج 300 حالة تقريبا، ما هي إشكالية هذه الحالة؟ كيف هو وضعها؟ لا توجد أي إشكالية، هناك هي موجودة وتابع من قبل المرافق الصحية بزيارات أسبوعية، وهناك زيارات كل 15 يوم للمرافق الصحية، وهناك معنا عربتين متنقلة للمستوى الثاني والثالث المديرية، معنا عربة تبع الهيئة الطبية الدولية تتابع حالتها،
ومعانا عربة تبع الجمعية الخيرية للإصلاح مدعومة من دبليو من منظمة سهل من منظمة الغذاء العالمي وتابع الحالات مسجلة كاملا ولا توجد أي إشكالية بهذا الموضوع. الحمد لله. طيب المنطقة تشهد انتشار للأوبئة، الإشكالية تكمن في ماذا؟ هل ضرورة توفر لقاحات؟ يعني أين هي الاحتياجات الضرورية اليوم لمكافحة انتشار الأوبئة في المنطقة؟ بالنسبة للأمراض الوبائية هي منطقة موضوعة، بالنسبة للأمراض البلهارسية مثلا، أمراض السرطانات، أمراض الفشل الكلوي فقط، لكن بالنسبة لبعض الأمراض هو مسيطر عليها. طيب أشكرك جزيلا، أو إذا كان لك من رسالة أخيرة تريد إيصالها من خلال البرنامج. أيوة، أولا أشكر أتقدم بالشكر الجزيل لمحافظ المحافظة اللواء العميد الترقي، وأيضا الشكر موصول لمدير مكتب الصحة المحافظة الدكتور عارف عياش، ومديرة البرنامج الغذائي في وزارة الصحة، والمنظمات الدولية المانحة والموجودة والمتوفرة في المديرية، والشكر موصول للهلال الأحمر الاستمرار بمواصلة السلات الغذائية، وأطالب المنظمات الدولية بالاستمرار في العمل المديرية بتوزيع السلات الغذائية وأيضا الدعم الصحي في حالة سوء التغذية. إن شاء الله نتمنى يستمر الدعم. شكرا جزيلا لك الأخ محمد السيد مدير مكتب الصحة في مديرية المسيمير. طيب اتصال مرة أخرى، نتصل بسام القاضي ناشط مهتم في المنطقة. أهلا بسام. مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. بالتأكيد استمعت إلى حديث مدير مكتب الصحة ومدير مديرية، لكن نريد أن نتعرف من خلالك على الوضع داخل المديرية، لو تصف لنا الوضع. هناك في مثل لحكي يقول ما حد يغطي على الشمس منخل، وفقا لهذا المثل، هذا المثل هو يعكس النهار، ما حد يقدر يغطي في منخل. فهناك العمل اللي كان موجود هو موثق بالصوت والصوره والحالات. كنت اتمنى من مدير المديريه، وكن ان تسال مدير المديريه هل يوجد له مكتب في عاصمه المديريه المسامير؟ لا اعتقد. مديريه المسامير سابدا في الوضع الانساني ثم سننتقل للحديث عن الجوانب الاخرى. المديريه المسامير تعد ثاني اقل مديريه في الجنوب، تعيش وضع ماساوي لا يسر عدو ولا صديق. هناك انتشار الأوبئة القاتلة، هناك أكثر من 6300 طفل ما دون سن الخامسة مقيدون في سجلات المديرية. وطبعا بالبداية حتى أكون واضح في الصورة، الإحصائيات هذا كلها اللي أنا أتكلم بها ما جبتهاش أنا من عندي، هي تصريحات رسمية من مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد السيد، هي معلومات رسمية من سجلات الهيئة الطبية الدولية بالمديرية، وبالتالي هذه الإحصائيات تفرغت. طيب تمام بسام، هم يتفقوا معك في هذا الذي طرحته سواء الأستاذ حميم أو محمد السيد، يقولون المنطقة من أشد المناطق فقرا وتعاني من حالة انتشار حالة سوء تغذية، وهناك منظمات تعمل. هم لم ينكروا الواقع أصلا. أعطيني فرصة للحديث حتى أوضح الصورة للجمهور المستمعين بشكل عام. المديرية الدكتور محمد السيد ومدير عام المديرية هم متناقضين في تصريحاتهما، فهما يقولون ما فيش مجاعة ثم يأتون ويصرحون بالصوت والصورة أن في مجاعة وأن في سوء تغذية. هم الآن اعترفوا أن حالات سوء التغذية هي أكثر من 1600 حالة، وبالتالي أنا الحالات اللي تطرقت لها هي 1000 حالة، إذا هم اعترفوا أن هناك في حالات أكثر من العدد اللي أنا تطرقت له بتصريحات رسمية على لسان هؤلاء. فبالتالي الوضع في المسامير وضع مبكي، وضع محزن، انتشار كبير لحالات سوء التغذية، انتشار للمجاعة، انتشار للأوبئة القاتلة باعتبار الناس. طيب بسام، هو اتفاق، هناك الآن اتفاق على هذا الموضوع أنه لابد من دعم الناس وتقديم المساعدة والدعم للناس، كيف تقيم أنت مدى الاهتمام من قبل المنظمات العاملة بحجم الكارثة الموجودة في المنطقة؟ هل هناك اهتمام يعني متزايد بالوضع، أم ربما من فترة إلى أخرى ويتم التعامل مع الوضع كأنه يأتي في سياق الطبيعي؟ يعني سيدي العزيز، الاهتمام للمنظمات معروف أن المنظمات الدولية سواء كان الهيئات الأمم المتحدة أو غيرها هي دائما ما تكون هي منظمات استثمارية. أنا بالنسبة لي أعتبرها منظمات استثمارية، عبارة عن مكاتب مقاولة هي تستثمر أوضاع الناس، ليست المشاريع التي تقدمها هذه المنظمات بحجم المبالغ المليارات الدولارات التي يعلن عنها لدعم هذه المشاريع.
وبالتالي انا اقرر اعطيني الفرصه حتى اوضح الصوره. الوضع في المسامير وضع صعب جدا والمنظمات لم تقوم بدورها بالشكل الحقيقي والفعال. انا زرت عاصمه المديريه المسامير، يأسفني جدا ان المستشفى المديريه بشكل عام لا يوجد فيه اي طبيب، اي طبيب عام لا يوجد. هناك 5 اطباء بحسب المعلومات التي استقصينا عليها في عاصمه المركز المستشفى المديريه الرئيسي لديهم تصريحات تصريح رسمي من مدير مكتب الصحه بالمحافظه. هناك منظمات ترفع تقاريرها بالعمل في جميع هذه المناطق، لكن الحقيقه لا تذهب الى المناطق النائيه وتركز على الوجود في المناطق القريبه من الخط الاساسي والقريبه من عاصمه المديريه. وبالتالي هناك في علاقه ارتباط وفساد كبير بين المسؤولين في السلطه المحليه وايضا بين المنظمات الدوليه. انا اتحدى المنظمات الدوليه، اتحدى المدير العام للمديريه. انزلوا معي الى هذه المناطق التي اصورهم بشرط اني انا اسمح اصورهم بالصوت وصوره فيديو وانزل للجمهور ليحكم بين الجمهور هل هذه الحالات فعلا موجوده في المسامير. هم يعترفون بحالات اكثر من اللي تطرقنا لها بالتقرير في سوء التغذيه ويطالبون المنظمات الدوليه ويتحدثون. اليوم يقول لك هناك الكثير من المنظمات، هناك منظمتين التي رصدناها تعمل في المديريه، هي منظمات الهيئة الطبية الدولية وهي التي تغطي جزء كبير من مديرية المسامير، إلى جانب المؤسسة الطبية الميدانية تشتغل في مركزين. المسامير عبارة عن 18 مركز، عدد سكانها تقريبا أكثر من 40,000 نسمة. تشتغل هذه المنظمة المؤسسة الطبية الميدانية، هي تنفذ مشاريع شراكة محلية لبرنامج الأعضاء العالمي والصحة العالمية واليونيسيف. كل المنظمات التي تم ذكرها كانت لديها مشاريع سابقة قد توقفت بسبب الانتكاسة وسبب حصول سوء التغذية وهذه المجاعة يولى هذا الأمر. أيضا هي أعلن مدير عام مديرية المسامير أن أغلب القتلى في الساحل، أن أغلب المعلمين المديرية ذهبوا إلى القتال في جبهات الساحل الغربي. أيضا أعلن مدير الصحة أن هناك على لسانه هو اللي أتكلم، هناك أكثر من 6,300 طفل ما بين سن الخامسة، بينهم 3,700 يعانون سوء التغذية، منهم 1,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم. وهو تطرق إلى أن العدد أكثر من ذلك وقال أن هناك العدد إلى 1,600 حالة. هل يعلم برضه مدير المديرية أن هناك أكثر من أكثر المديرية لا وجود لأي خدمات فيها، لا كهرباء، لا انترنت، لا اتصالات، لا محكمة شغالة، لا مكتب سلطة محلية شغال، لا أيضا لا اتصالات لا انترنت. عاصمة المديرية نفسها، هل يعلم مدير عام المديرية المسامير أن عاصمة المديرية التي لا يوجد فيها له مكتب تشرب من الوايتات من البلد، ليس لديهم أي مشروع ماء؟ طيب شكرا جزيلا لك بالسلام القضية. كل هذه المشاكل هي مشاكل واضحة. هم لم ينكروا ذلك، هم تحدثوا. ربما أنتم مجمعين على توصيف الوضع أنه كارثة والمنطقة تعيش من أشد المناطق فقرا واحتياجا. شكرا لك بسام القاضي. ننتقل للمحور الثاني في هذه الحلقة. تزايدت في الفترة الأخيرة الماضية أعداد الشباب الذين يغادرون قراهم متوجهين إلى بعض المناطق الحدودية لليمن السعودية من أجل المشاركة في المعارك الدائرة هناك. أغلب من يذهب إلى هناك هم من المناطق الريفية، حيث ينضمون إلى ألوية خارج إطار وزارة الدفاع مقابل إغراءات برواتب مرتفعة يقوم بعرضها عليهم مجموعة من السماسرة في هذه القرى، مستغلين حاجتهم المادية وظروفهم المعيشية القاسية بسبب الحرب لزجهم في المعارك. يعودون منها في أكفانهم، ومنهم من لا يعود أبدا. عن هذا الموضوع سيكون هذا المحور الثاني من حلقة هذا الأسبوع. لدينا اتصال. طيب أكرم، أهلا بك أكرم، وهو أحد العائدين من هذه الجبهات. أهلا بك أكرم. أهلا بك أخي سامي. طيب أكرم، نبدأ بالأسباب التي دفعتكم لخوض هذه المغامرة. هل هو الفقر فقط أم هناك أسباب أخرى؟ هناك أسباب أخرى أخي سامي، وهو بسبب عدم قبول توفر للجهات قبلنا، عدم وجود ما يعني بسبب الضياع وتخبط وملل من الحرب، الوضع كله. طيب أكرم، ما الذي يحدث؟ كيف يتم استقطابكم لهذه الجبهات؟ هل هو تجنيد في إطار وزارة الدفاع أم خارج إطار وزارة الدفاع؟ يعني لو تصف لنا الوضع يعني بشكل عام، حتى
تصل فائدة ويستفاد من تجربتك من قبل بعض الشباب الذين يمكن أن يغرر بهم. خالد صار وزارة الدفاع ليس له دخل في وزارة الدفاع. أخي العزيز وطاع كان يغطنا بغروش شباب برواتب شهرية ومكافآت مادية سخيفة تصل إلى حد 3000 ريال شهر. ويعني يا السماسرة عقل الحرب ناس الدور الحكومة يقضون الرأس الواحد ما يحاول ما يصل إلى حدود 15 الواحد. طيب هذه الوعود التي تعطى لكم هناك عندما تصلون إلى الحدود ما الذي يحصل؟ ما الذي يحدث؟ والله أخي أنا عندما ذهبت إلى الحدود كانوا يفرشوا لنا الأرض ورود عندما في تعيد. فذهبت أنا ومجموعة من الشباب اليمني حيث رأيت بعض العائدين من الجبهات وهم سوريا السيقات والحديد ولا أحد يسأل عنهم أو يهتم بعلاجهم. سمعت حكايات هنا وأنا هناك عن أولئك الشباب الذين يقتلون في تلك الجبهات نيابة عن السعودية حيث لا يجدون من يقبرهم فيتركون جثثهم في الصحاري والجبال والوديان وليس لهم أي حقوق لأهلهم بعد قتلهم على أيدي الحرس. طيب أكرم أن تقول أنه يتم تجنيد هؤلاء الشباب خارج إطار وزارة الدفاع، لماذا يعني؟ هناك جيش وطني ومقاومة شعبية وقيادة عسكرية بالتنسيق مع التحالف والسعودية تقاتل في هذه المناطق، لماذا يلجأ إلى التجنيد خارج إطار وزارة الدفاع؟ يعني أنت تتكلم بناء هذا الكلام بناء على الحالة التي حصلت معك. أخي العزيز الحرب نيابة عن السعوديين فقط. تمام هذه النقطة واضحة، لكن لماذا يتم التجنيد خارج إطار وزارة الدفاع في ظل وجود معسكرات وجيش وطني يعمل بالتنسيق والتعاون مع التحالف العربي؟ يعني لماذا يلجأ إلى التجنيد خارج إطار وزارة الدفاع؟ ومن هؤلاء السماسرة؟ هل هم ضباط في الجيش؟ بسبب ذلك عدم اهتمام الشرعية بهؤلاء الشباب. طيب سؤال أخير أكرم، كيف تمكنت من العودة ومغادرة هذه الجبهات يعني؟ والله عندها والفضل لله أولا ثم لأبي وأمي الذين كانوا يتواصلوا معي يوميا ويدعون للعودة وترك العمالة والارتزاق لأهل سعود والمحاربة نيابة عنهم. تقررت العودة إلى حضر أسرتي وتركت إغراءات آل سعود المهلكة للشباب اليمني. شكرا لك أكرم. شكرا لك أكرم القدسي أحد الشباب العايدين من الجبهة على الحدود. شكرا لك أكرم. اتصال آخر الأخ أحمد، أهلا بك أحمد. أهلا بك أخي سامي، مرحبا بك ومساك الله بالخير. أحمد، تعتقد ما هي الأسباب التي تدفع الشباب للمغامرة والتوجه إلى الجبهات وكيف يتم استقطاب هؤلاء الشباب بما أن التجنيد يتم خارج إطار وزارة الدفاع؟ طبعا يا أخي سامي يتم تجنيدهم عبر عن المصالح الفلوس القرش الأب حمران العيون. وبالوقت الحالي في منطقة الوديعة وفي الألوية احنا كنا كمناديب هناك وكنا قد يعني مسكنا ككائد هناك ومسكنا منبذة هناك من يعني تجنيد وأمر يعني في المنفذ. طبعا الكتيبة يتم تجهيزها من المناطق الشمالية والأكثر يعني من أب من تعز المناطق تبعنا يعني الشمالية. وطبعا أقل كتيبة يتم تجهيزها يعني في معسكر التحالف هنا في المنفذ أكثر من 28 لواء، يعني أكثر من 28 لواء. واللواء الواحد لكل كتيبة يتم تعزيزها يعني بالأسبوع كل كتيبة تدخل يعني المنافذ هذه تدخلهم ثلاث أربع كتائب من المناطق الشمالية من أكثرها يعني. ولكن يعني تحت هذه 28 لواء في معسكر التحالف هذه كامل تشوفها كامل التجنيد هذه مؤخرات الألوية هناك في البقع في باقم في محور حلب يعني تحت إطار الجيش الوطني يعني لهم لقيادة سعوديين تحت أوامر قيادة سعودية. طيب هذا الموضوع لا توجد فيه مشكلة، التجنيد يتم بشكل رسمي في إطار وزارة الدفاع والجيش الوطني
يرقم المقاتلين ويستلم مستحقاتهم ويتم التجنيد بشكل اختياري برغبتهم، يعني أين هي المشكلة؟ برغبة الأمير فهد بن تركي طبعاً، هي الأوامر تصدر إلى قيادتنا، قيادة الأمنية، بوامر رأسية من الأمير فهد بن تركي. والله ما توصل أي أوامر من عبد ربه لهذه الأنظمة غير اللي توصل من القيادة، من قيادة الأمير فهد بن تركي رئيس التحالف، وهذا طبعا غلط كبير جدا جدا. طيب نحن الآن نناقش، الآن موضوع استقطاب الشباب للتجنيد خارج إطار وزارة الدفاع في هذه الجبهات والمخاطر التي تلحق بهؤلاء الشباب، وأنهم عرضة للقتل وعدم يعني وأهاليهم لا يعرفوا عنهم شيء. إذا كان لديك مشاركة في هذا الموضوع تفضل. أهاليهم يا أخي سامي بعض، والله 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 إني دخلنا ناس وأهاليهم لا يعرفوا عنهم شيء أبدا. وتم تجيز طبعا كانوا بالفترة السابقة عبر بطاقة، إذا لم ينقض معك بطاقة تعريف، بطاقة شخصية أو جوة صفر، يتم تجويز له بطاقة تعريفية طالع نازل حرص من دخوله من المنتب، ويتم دخوله إلى محور ألب وإلى باقم وإلى الحدود السعودية. وأول يتم هناك قتله مثل الكلب هناك بالحدود، وبعض الناس اللي لما مع اصطياد اللي تخرجوا ولا شيء يتم دفنه هناك طالع نازل يعني، ولا وما عاد يوصل الكلام حتى لاسرته. والله بعض الافراد لا يمكن انهم يوصل الكلام لاسرته ابدا، اذا ما عاد يوصل الكلام ولا لا يتم توصيل اي اخبار لاسرته. طيب شكرا، ولكن طيب شكرا لك احمد، يرجع طيب شكرا لك احمد شهاب من تعز. ايضا حول الموضوع لدينا بعض الفيديوهات من خلال الواتساب نستعرضها معكم. يا اخواني، كم من شهيد، كم من جريح في من الشباب المغرم بهم الذين يتم استقطابهم من قبل تجار الحروب، والذين يتم الزق بهم الى محرقة الموت. مش كده بس، مستغلين حاجات الشباب وظروفهم الاقتصادية. هذا كله بسبب سماسرة وتجار الحروب. أنا أتحدث عن جميع الأطراف بما فيهم المقاومة والحوثيون، الجميع مشترك في قتل وتدمير شبابنا والزق بهم إلى محرقة الموت. يجعل هذا الكلام أو يحصل هذا الكلام عندما يتحول الحرب إلى تجارة رابحة لدى الأطراف المتصارعة، ويعتبر باب ارتزاق لدى جميع الأطراف. يا جماعة، الأمر أصبح في غاية الخطورة وأكثر تعقيداً. أنا أقول لكم وأنا مسؤول عن كلامي أمام الله، الحرب لن تتوقف ولن تستقر الأوضاع، خصوصا عندما يكون المستفيدين هم من ضمن أطراف الحروب، وفي الأصل هم أيضا تجار حروب، وهم المتحكمين بها سياسيا وعسكريا داخل مطابخ القرار. يا جماعة، أنا أعرف والجميع يعرف والعالم يدرك ذلك، أن الصلح والسلام هو العدو الأول لهؤلاء التجار من بداية الحرب. الجميع مشترك في قتل شبابنا في المعارك والحروب التي لا ناقة لهم بها ولا جمل. حتى غالبية الشباب لا يعرف حتى يستخدم السلاح، والله حرام عليكم. لكن كثير من تجار الحروب السياسيون والعسكريون والمثقفون الذين يظهرون على قنوات الإعلام، تراهم يعلقون على مجريات الواقع ومخرجاته بما يخدم مصالحهم الشخصية الدنيئة فقط، ولا يهمهم أرواح شبابنا. يعني غابت عن الجميع لغة السلام واستبدلوها بلغة المصالح على حساب على حساب نهر من دماء شبابنا الذين يتساقطون كل يوم في مختلف الجبهات، في البقعة، في مارب، في نهم، وفي غيره من الجبهات. والله حرام عليكم. تعطي الشاب 4000 ريال سعودي وتقول له روح الجبهة، وبعد يوم أو يومين يرجع قطة هامدة. حسبنا الله ونعم الوكيل. منذ 4 سنوات واليمن تشهد حرب كبيرة. هذه الحرب أدت إلى انعدام الوظيفة العامة بشكل تام، ولحقتها بعد ذلك الوظيفة الخاصة، بحيث توقفت الكثير من الشركات بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام الأدوات، وحتى منع بعض الأدوات من دخولها إلى اليمن عبر الموانئ.
وارتفاع الاسعار كما قلنا، فادى ذلك الى توقف العديد من الشركات، وشركات اخرى تم استهدافها سواء بالقذائف او الطيران مما ادى توقفها. وايضا هناك اعاده المهاجرين المغتربين الى بعض الدول، عودة المغتربين بشكل كثير إلى اليمن، والبطالة المرتفعة والحرب المستمرة وانعدام الوظائف، كل ذلك يؤدي إلى البطالة، ارتفاع مستوى البطالة. ومع ارتفاع مستوى البطالة استغلت ذلك الأطراف المتنازعة وجندت العاطلين عن العمل، لأن هناك فرصة لوجود أعمال. البطالة تؤدي إلى سهولة تلقي هذه الأفكار، أفكار القتال وما إلى غيرها، وتسهل ذلك لهذه الجماعات المتحاربة واستغلت بهذه المادة. وصلنا لنهاية حلقة هذا الأسبوع من المنصة، في أمان الله.